طيب دكتور جمال، يعني ايه اهم الادوية اللي كانت ابتدت تنقص من السوق واللي انت بتقول للناس انها قريبا جدا هتعود متوفرة؟ نسبة ضئيلة جدا اللي ابتدى ينقص يعني، وده الحقيقة أساسه ده مستورد زي دواء الالتروكسين مثلا، صحيح، سمعت عن نقصه. ايوه يعني زي ما بقول لحضرتك، احنا كمصانع ابتدينا نشعر بالخطر لانه المخزون عندنا قل، لكن المواطن لم يشعر لانه احنا الصيدلية عندها على الشلف، الموزع عنده، احنا بيبقى عندنا في المخزون، ففي سلسلة السبلاي تشين كل البارتس اللي فيها بتبقى ساتوريتد، فلما بينقص من المنبع اللي هو عندنا بيبقى عندنا طيب فترة انه يستمر الدواء موجود فيها في السوق. هل طالبتوا النهارده بإعادة تسعير ولا انتم راضون بالتسعير الحالي؟ وضعكم ايه في قصة الدولار؟ يعني انتم بتستوردوا طبعا بالسعر الرسمي، ولكن يعني ايه الوضع عندكم؟ الوضع الحقيقة احنا متفاهمين مع هيئة الدواء، وفي آلية عند الهيئة ان هي كل فترة بتعيد النظر في التكلفة، واذا تراءى ليها ان هي تحرك سعر بعض الاصناف بتحركها، ودي آلية شغالة ongoing يعني. تسعير الدولار، تسعير الدولار في وارداتكم كام؟ يعني بتستوردوه بكام؟ بيدبروا لكم بكام يا دكتور؟ الرسمي اللي هو ال 31 بوينت تقريبا، حاجة بس دلوقتي في تقريبا. بلس تدبير وكده، يعني بنوصل لحاجة أعلى من كده شوية. لا هو لا لا، هو الرقم الرسمي. هو الرقم دوت. طيب نتمنى فعلا، يعني ده يعني شكرا للحكومة ورئيس الوزراء على الاهتمام بالقضية وعلى البنك المركزي أيضا، لأن دور البنك المركزي بيبقى هنا مهم جدا في هذه القضية. شكرا دكتور جمال ليسي، رئيس غرفة. يأمني اتفضل. تأمنة المواطنين طبعا إنه إن شاء الله ما فيش نقص أدوية بإذن الله، بإذن الله. بنعد ده، ومش أنا لوحدي كغرفة صناعة، لا الهيئتين بيعدوا ده بده أيضا، ودولة رئيس الوزراء إن شاء الله. صناعة الدواء واحدة من أهم الصناعات في مصر، بتشغلوا كام يا دكتور؟ عندنا 500,000 هيد كاونت عندنا في طبعا يعني تقريبا 2.5 مليون أسرة أو يعني بني آدم شغالين في هذا المجال. وصادراتكم، أعتقد صادرات الأدوية ومصادرات القطاع التجميل وصلت حوالي مليار دولار ودي صحيح، مرتفعة أظن هي 38%. ارتفعت بس لسه رقم لا نرضى عنه، صحيح، واحنا حاطين خطط انه ان شاء الله باذن الله ب 20 30 نصل ل 5 مليار، ومتمشيين مع توجه سيادة الرئيس ان الدولة كلها تصدر 100 مليار، فاحنا عايزين في يوم ما نصل بالدواء الى 20 مليار ان شاء الله. إن شاء الله. بحلول كام يا دكتور؟ اللي هيبقى 5 إن شاء الله ب 20 30، أتصور 40 نصل بالرقم ده بإذن الله نتمنى قبل كده بإذن الله. شكرا إن شاء دكتور الله. جمال ليسي، رئيس غرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات.